السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 11 من سلسلة تمارين الدالة الخطية والدالة التآلفية. إذا التمرين يقول M دالة تآلفية معرفة كما يلي: إذا M نقطتان ناقص 1 على 2 X زائد 3. السؤال الأول: أحسب M ناقص 5، M ديال M صفر، و M ديال ناقص 2 زائد جذر 2. السؤال الثاني: حدد العدد Y الذي صورته بالعدد M هي العدد 0. إذا نبدأ بالسؤال الأول: حساب M ديال ناقص 5. إذا عندنا M ديال X كتساوي ناقص 1 على 2 X زائد 3، راه نفس التعبير مي كنكتبو M نقطتان X ناقص 1 على 2 X زائد 3. إذا هذا التعبير هذا هو التعبير هذا، يعني يمكن لي نكتب الدالة M باستعمال هذه الصيغة هذه أو باستعمال هذه الصيغة هذه. إذا M ديال ناقص 5، إذا كنعوض X بالعدد ناقص 5. إذا حسب الدالة M ناقص 5، إذا عندنا ناقص 1 على 2، عندنا X إذا نعوضها بناقص 5 زائد العدد 3. ناقص 1 على 2 مضروبة في ناقص 5، إذا السالب السالب موجب، إذا 5 على 2 زائد 3. إذا هنا غنوحدو المقامات، 3 راهي 3 على 1، إذا المقام الموحد هو 2، إذا 5 على 2، واحد غنضربوها في 2، إذا حتى 3 خصني نضربها في 2، يعني غتولي 6 على 2. إذا 5 على 2 زائد 6 على 2، المقام الموحد راه هو 2، 5 زائد 6 تساوي 11. في الحالة الموالية عندنا M ديال M ديال 0، M ديال M ديال 0. إذا أول حاجة خصني نحسب M ديال 0، إذا M ديال 0 نفس الطريقة، إذا ناقص 1 على 2، هنا X نعوضها بصفر، إذا مضروبة في صفر زائد 3. إذا ناقص 1 على 2 في صفر هي صفر، صفر زائد 3 تعطينا 3. إذا دابا غنحسبو M ديال M صفر، إذا M ديال M ديال صفر هي M، إذا كنعوض هاد M ديال صفر بالقيمة ديالها اللي هو 3. ودابا غيمكن لي نعوض العدد 3 في التعبير ديال M ديال X، إذا ناقص 1 على 2 مضروبة، إذا X نعوضها بثلاثة زائد ثلاثة. إذا دائما الأسبقية للضرب، انتبهوا، إذا ناقص 1 على 2 مضروبة في 3 هي ناقص 3 على 2، إذا البسط في البسط على المقام على المقام على المقام في المقام، إذا ناقص 3 على 2 زائد 3، نوحدوا المقامات، إذا المقام واحد هو 2، إذا ناقص 3 على 2 إذا زائد 2، إذا هنا نضربه في 2 لأن هي 6، إذا ناقص 3 زائد 6 هي 3 على 2. حساب M ديال ناقص 2 زائد جذر 2، إذا بنفس الطريقة M ديال ناقص 2 زائد جذر 2 تساوي، إذا كنعوض X بالعدد ناقص 2 زائد جذر 2، إذا M أو إذا هي ناقص 1 على 2، إذا X نعوضها ضرب، غنفتح القوس وغادي نعوضها بناقص 2 زائد جذر 2 زائد 3. إذا ما درنا والو، فقط عوضنا X بالقيمة ديالها. إذا هنا خصني عندنا نشر، إذا دائما الأسبقية للضرب، إذا غادي ننشر، إذا 1 على 2 ناقص 1 على 2 مضروبة في ناقص 2 زائد 1 على 2 في جذر 2 زائد 3. إذا 1 على 2 ناقص 2 هي ناقص 2 على 2،
واحد على جوج مضروبة في جذر جوج، إذن هنا راه جذر جوج على واحد، إذن هي جذر جوج على جوج زائد ثلاثة. إذن ناقص اثنان على اثنان تعطينا ناقص واحد زائد ثلاثة، كلي نبدل الترتيب، زائد جذر جوج على جوج. إذن ناقص ثلاثة زائد أو ناقص واحد زائد ثلاثة تعطينا اثنان زائد جذر جوج على جوج. إذن هنا كنحبس، يمكنلاش نزيد نبسط هاد الكتابة هادي. السؤال الأخير قالوا لنا حدد العدد إكغيك الذي صورته بالدالة إم هي العدد صفر. إذن أي عدد إكس مثلا فالصورة ديالو هي إم ديال إكس. إذن مثلا صفر الصورة ديالو هو إم ديال صفر بالدالة إم. إذن العدد إكغيك فالصورة ديالو غادي تساوي إم ديال إكغيك. وحنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا بأن هاد الصورة هادي صورة بالدالة إم هي صفر، إذن هاد الصورة هادي راه تساوي صفر. إذا حنا نقلبوا على العدد إكغيك اللي الصورة ديالو كتساوي صفر، إذن إم إكغيك كتساوي صفر، هذا هو المنطلق، إم إكغيك كتساوي صفر وغنقلبوا على إكغيك. إذا غنخلطوا على هاد التعبير ونعوضوا إكس بالعدد إكغيك، إذن إم إكغيك كتساوي صفر، إم إكغيك شنو كتساوي؟ هي ناقص واحد على جوج. إذن إكس نعوضها بإكغيك زائد ثلاثة و إم إكغيك تساوي صفر. إذن هنا طحنا في واحد المعادلة من الدرجة الأولى. إذن ناقص واحد على جوج إكغيك، العدد ثلاثة غنديوه للطرف الثاني غيرجع ناقص ثلاثة. إذن إكغيك حنا عندنا ضرب، إذن كنضرب في المقابل أولا في المقلوب ديال هاد العدد هذا. إذن ناقص ثلاثة مضروبة في المقلوب ديال ناقص واحد على جوج اللي هو ناقص واحد أو ناقص جوج. إذن المقلوب ديال ناقص واحد على جوج هو ناقص جوج على واحد اللي هو ناقص جوج. إذن ناقص ثلاثة في ناقص جوج تساوي ستة لأن السالب سالب موجب. إذن العدد اللي الصورة ديالو بالدالة إم هي العدد صفر هو العدد ستة. ممكن تحققوا، إذا نحسبوا إم ديال ستة وغادي نعوضو، خصني نلقاها كتساوي صفر. إذا إم ديال ستة هي ناقص واحد على اثنان نضربو في ستة زائد ثلاثة. إذا ناقص واحد على اثنان في ستة هي ناقص ستة على اثنان زائد ثلاثة، وناقص ستة على اثنان راه هي ناقص ثلاثة زائد ثلاثة، وناقص ثلاثة زائد ثلاثة عددان متقابلان، إذا المجموع ديالهم يساوي صفر.